جزيلا لك. بما اننا قاعدين نتكلم عن مهرجان البحر الاحمر، مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي ما كان بس فرصه للمواهب وصناعه الافلام للسعوديين فقط، بل كان ايضا للموضه وايضا للازياء السعوديه، وكان في فرصه بوجود اشهر نجمات الوطن العربي. كاميرا سيدتي التقت بالمصممه السعوديه والعالميه هنيده الصيرفي، واللي ارادت او قالت لنا شويه عن تصميماتها وابرز الفنانات في المهرجان. خلونا نتابع هذا التقرير. أول شيء أبغى أبارك لجمعنا الراشد إنها تكون أول امرأة تأخذ منصب رئيسة مجلس الأمناء التشيرومن، ومبروك ليها ولمحمد التركي على النجاح للنسخة الثانية لمهرجان السينما. بالنسبة لإطلالتي اخترت أنه تكون باللون الأخضر لأنه هذا رمز من رموز السعودية عندنا، وكانت مشغولة كلها بالعمل اليدوي اللي أخذ الكثير من الساعات الزمنية، وكان كله متقن بالخيوط الذهبية واللون الأخضر، فكان color on color زي ما نقول. وعشان يعني أبين وأظهر جمال التراث السعودي عندنا بالطريقة الحديثة، كنت حاطة زي طرحة على الرأس. الطرحة هذه كان تصميمها مختلف، ما هي الطرحة العادية، لكنها كانت جزء من الفستان، وكانت طرحة طويلة على الأرض كلها مرسومة بالخيوط الإسلامية أو الفنون الإسلامية خلينا نقول. والحمد لله كانت لها يعني صدى جيد. كان لي الحظ أنه أكثر من فنانة ترتدي من هنيدة في النسخة الثانية من المهرجان، أولهم طبعا كانت الفنانة الجميلة درة زروق، وكانت ارتدت من الكوليكشن الأخير اللي نزل اسمه Be Your Own Hero، وكوني لنفسك كل شيء، وهي فعلا فيها الكثير من الصفات الجميلة من المرأة القوية التونسية اللي أثبتت أنه لها دور في السينما العربية والتلفزيون كمان والدراما. اختارت الفستان الأخضر، الفستان كان متماشي مع المجوهرات والميك اب حقها الجميل. الفستان كان فيه فتت زي الميرميد كات، وفي من وراء البليسي اللي ماشي مع الديزاين، واتوز يعني هاجينج هير بودي خلينا نقول. بعدين كمان كانت الجميلة ناتالي فنج اللي نرحب فيها في السعودية بما أنها نقلت على هنا مؤخرا، وكانت لابسة فستان أصفر ومعاه كيب، يعني كان مناسب للون بشرتها ولطبيعتها الرقيقة يعني. وآخر حاجة في يعني هي هذه صديقة عزيزة اسمها سلمى أبو ضيف، ارتدت جمب سوت من الكوليكشن برضو الأخير اسمه كوني لنفسك كل شيء، وهي أثبتت نفسها وليها حضور جميل جدا وقريبة جدا من القلب. الجمب سوت هذا فيه الأزارير العربية اللي متميزة فيها هنيدة، بحيث أنه عليها العلامة السعودية والختم السعودي للريال السعودي، يعني الأزارير الحجازية اللي دائما أفتخر أنها تكون موجودة في كل كوليكشن عندي. بخصوص تعييني لشوبارد كأول سفيرة من المملكة العربية السعودية للمملكة العربية السعودية، هذا شيء يعني جميل جدا، وكان لقى الحمد لله يعني الأصداء اللي لقيتها من الأصدقاء والمتابعين لهنيدة كانت جميلة جدا. أكيد طبعا عطار يونايتد اللي أنا أحب أتشكر منهم، كان ليهم الدور الأكبر في أنهم يعرفوا كيف أو مين يرشحوا، وكذلك يعني هذا الاختيار فيه كثير من التمكين للمرأة العربية والسعودية.
بما يتماشى كذلك مع توجه شوبارد للكرياتيف دايركتور كارولين شوبارد، اللي أنا وهي نتلاقى في الكثير من الأفكار ومن التمكين والدعم اللي إحنا بنعطيه للمرأة، أنا عن طريق أزيائي وعن طريق التصاميم اللي بقدمها للمرأة، وكذلك هي برضو عن طريق التوجه وتصاميم المجوهرات اللي هي برضو بتعملها.